كان هذا البناء القديم معلما بارزا في مدينة الضالع، لكنه بات أثرا بعد عين بفعل المعارك. أشهر من حصار الحوثيين وسيطرتهم على معظم مديريات المحافظة تركت بصمتها على كل شيء. تحاول المدينة إزالة آثار أيام الحرب واستعادة إيقاع حياتها المزدحم. سيبقى الوضع الأمني هشا في الأطراف الشمالية من محافظة الضالع طالما أن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح لا تزال تسيطر على بعض المديريات في محافظة إب المجاورة. في أجزاء من مديريات قعطبة ودمت لا تزال المحال التجارية مغلقة ومظاهر المدنية غائبة. ففي هذه المناطق لم تتوقف المواجهات بعد بين المقاومة الشعبية ومسلح الحوثي المدعومين بقوات صالح. يوميات الحرب هنا ترجح كفة الشرعية، فالحوثيون يواصلون التراجع باتجاه محافظة إب المجاورة. والله على المكان الاشتباكات قرب القعطبة والفاخر وما اسمه عربهم من محتل الحوثي يقولك أبناء القعطبة وقدمت ها إن شاء الله على بنطاردهم حتى قبل مرة. كثرة نقاط التفتيش في المناطق التي خرج منها مسلح الحوثي في محافظة الضالع تثير التساؤل، إذ إنها تزيد عن المعتاد في مناطق مشابهة. حصل بعض أحيان كانوا موجودين في بعض بيوت وطلنا خروجهم ومسكناهم في النقاط. بالفعل مسكناهم في عدة نقاط، سواء في النقطات الأمامية أو الخلفية أو الوسطية، مجموعة من الأخوان هؤلاء الحبثة. جغرافيا محافظة الضالع تضعها في أحضان محافظات لا تزال ملتهبة كالبيضاء وإب وتعز، ما يجعلها في دائرة الخطر إذا اكتفت المقاومة الشعبية بالوقوف عند حدود المحافظات الجنوبية. وقوف يبدو مستبعدا طالما أن المقاومة ملتزمة بدعم خطة التحالف العربي حسب البعض. بالطبع طالما قوات التحالف، هذه القوات نحن ممنونين لها ومدانين لها، ويعني اليوم بالحاضر وبالمستقبل إن شاء الله. هم أزاحوا عنا ظلم كبير، وكما يدعوا أنهم هم يعني يساندوا المسلمين في كافة بقاع العالم، المملكة العربية السعودية بشكل مباشر والإمارات العربية المتحدة. فلذلك نحن سنقف بجانب برنامجهم إلى آخر لحظة بغض النظر عن المسميات، سنقف بجانب أينما طلبوا إن شاء الله تعالى ولن نقصر، بالرغم من نحن برنامجنا في إطار المحافظة الجنوبية كمقاومة جنوبية يعني بهذا الحرف، لكن إذا طلب مننا من قوات التحالف نحن موجودين جاهزين إن شاء الله. كعادتهم لم يغادروا الحوثيون الضالع قبل ترك أسباب الموت في أرضها، لكن الجيد أن نسبة الألغام المزروعة في محافظة الضالع أقل بكثير من محافظات أخرى، ما يجعلها المسار الرئيسي باتجاه المحافظات الشمالية. أبو بكر أحمد، سكاي نيوز عربية، محافظة الضالع.